مارتن طفل عادي بالليل بيصلح مع ابوه العربية، فجأة الكلب بتاعه بيجري، فبيجري وراه مارتن والباب بيتقفل على ابوه وامه ويقعدوا يصرخوا ويقولوا له اهرب يا مارتن، وفجأة يتدخل واحد اسمه المستر ويمنعه يروح لوحده لابوه وامه، ولما يدخل معاه للأسف امه وابوه ماتوا ويلاقوا مصاص دماء قدامهم وفجأة يهجم عليهم. زومبي ما بيموتش غير لو ضربته في قلبه، وابو مارتن اخر كلماته بيقول للمستر خد مارتن وعلمه ويخلص عليه المستر عشان ما يتحولش، وفعلا ياخد المستر مارتن ويقعد يدربه على قتل الزومبي، خصوصا ان ضربهم في قلبهم اصعب بكتير جدا من راسهم. يلاقوا زومبي قديم من نوع بيموت لما تضربه في دماغه لان قلبه بيكون اقوى من الزومبي الصغير، ويقعد يتعلم مارتن كل يوم حاجه جديده من المستر ويقعد يتدرب على قتلهم في كل وقت لان الجاي بالنسبه له صعب. بيحصنوا العربية بتاعتهم ويطوقوها بحديد، وهم ماشيين بيلاقوا لجنة شعبية لحماية قريتهم، ويروح رئيسها يفتشهم ويقعد يتريق عليهم ويقول للمستر انه ازاي بيصطاد الزومبي، وكمان المستر بياخد السنان اللي بتاعت الوحوش الزومبي اللي قتلها ويوريها له، يتفاجئ جدا الراجل ويخليهم يعدوا، ويخش مارتن السوبر ماركت ويقول له البياع خد اللي انت عايزه لان كل حاجة هنا بالمجان، يقول له مارتن طب ما تجيب لبانة، ويديله البانة فعلا، ولما يسأله انت رايح فين؟ فيقول له مدينة عدن الجديدة لانها اخر منطقة ما وصلتش ليها الزومبي، لكن يقول له البياع في ناس كتير جات من هناك وهم راجعين من هناك قالوا انها مليئه بالزومبي وما فيهاش بشر، وهم ماشيين في الطريق بيلاقي المستر راهبه بتجري عيني عشان اتنين متحرشين بيهجموا عليها، فينزل المستر بسرعه ويضربهم وكمان يقتلهم ويروح ينقذ الراهبه. بيروحوا بيت الراهبه ويخلوها تستريح ويحطوا فخاخهم بره البيت عشان لما الزومبي يجي يعرفوا، وهم نايمين بالليل بيسمع المستر صوت وبيصحى مارتن وزومبي جاي عليهم ويقع في الفخ ويقتلها المستر، وتقول له الراهبه هو انت مش شايف ان مارتن صغير على قتل الوحوش دي كلها؟ يقول له انه اقوى مما تتخيل وكمان هو حي ودي عمله نادره جدا في الغابه اللي احنا عايشين فيها، ويقعد المستر يدرب مارتن اكتر واكتر. وهم ماشيين في الطريق بيسمعوا صوت طفل بيعيط، فيروحوا بسرعه لمصدر الصوت ويلاقوا مجموعه بشر ميتين حواليهم، وللاسف طلع فخ واتقبض عليهم كلهم من خلال جماعه دينيه متطرفه، ورئيسها عامل نفسه اله ويبص للمستر ويقول له هو مربوط واخد منك صحابك، ويقول له عارف انا جبتك هنا ليه؟ انت قتلت ابني وهو بيجري ورا الست دي، طبعا ما كانش عارف انه بيحاول يتحرش بيها، وان ابنه قاعد ينزف ساعات وهو بيتالم قبل ما يموت، ويقول له هاخد منك مارتن والراهبه وهعاقبك عقاب شديد، ويرموا المستر في منطقه الزومبي وهم بيستخدموهم ضد الاشرار زي ما بيقولوا، ويقول للمستر شكلهم جعانين، يا حلو ربنا معاك. ويسيبه ويمشي. لما بيصحى مارتن بيجيله زعيم القبيلة ويقول له روح يا لملا مية، وكمان لو عايز تهرب اهرب لانك كده كده مش هتلاقي غير الزومبي حواليك وهتموت، ويسمع النصيحة مارتن ويهرب. واخيرا وصل لمكان العربية ويجري عليها يلاقي زومبي غاضب باصص عليه، يجي يحاربه يشدوا المستر ويقرروا يقتلوها. بيقفوا عند اقرب كازينو ويشتري المستر ازازة عصير ويبدلها بسنان زومبي، ويلاحظ مارتن شابة صوتها جميل اسمها بيل وبتغني، فيقعد يركز عليها والنظرات ما بينهم متبادلة، ولما يمشوا يلاقوها طالعة مستنياهم وعايزة تروح معاهم مدينة عدن الجديدة، ولكن يتجاهلها المستر ويبص له مارتن ويقول له ما تاخدها معانا، ويرجعوا ليها وياخدها، ويلاقوا هما ماشيين بيت يدخلوا المستر ويلاقي راجل متحول ولكنه مات، وكمان يلاقي مارتن جثة واحد مقتول في الحمام، يروح المستر يشغل المولد وهيناموا هنا النهارده، ولكن الاول هيتخلصوا من الجثث ويقعدوا يتعشوا، والمستر بيقرا الجرايد بيلاقي مارتن شابه نايمه، يجري بسرعه للمستر ويقعد يراقبها، لكن مارتن ما قدرش يقتلها في الاول لان شكلها مسالمه، ولكن يمسكها المستر بسرعه ويقول له يا مارتن بسرعه دي زومبي مش بني ادم افهم بقى. يقتلها مارتن وهو بيقول لنفسه لولا حمايه المستر ليه وتعليمه لكان بجد اتحول لزومبي زيها. بيمشوا بيلاقوا بابا نويل بس زومبي، يسمي مارتن الله ويديله السهم في قلبه، ويسمعوا صوت حد في الكابينه وهو بني ادم حي وسليم اسمه ويلي، ياخدوا المستر معاهم وبيقول انه كان في قوات امريكا العسكريه في افغانستان ورجع لما انتشرت العدوى عشان يحمي امريكا، ولكن للاسف اتاخر جدا. بتعمل بيل نفسها تعبانه وتروح لاحد قوات العصابه الدينيه المتشدده وتقول له ان في حد بيجري وراها، يقول لها فين؟ تقول له وراك. يضربوا ويلي وياخد الاسلحه والهدوم والعربيه عشان يساعدوا المستر ينتقم من رئيس العصابه المتشدده اللي كان هيقتله. بيدخل المستر وجماعته متنكرين على كمين العصابه المتشدده، ورئيسها بالصدفه بيكون موجود وكمان وقع في الفخ، ويهجموا عليه ويقول له المستر نسيتنا ولا ايه، ويضربه ويربطه في عمود في منطقه الزومبي ويعور ظهره وينزل دم عشان يشم الزومبي ويستلقى وعده. وهما ماشيين في الطريق بيسمعوا تسجيل قريه قريبه منهم بتستقبل كل البشر مجانا عندهم، فبيقرروا يروحوا هناك، والكمين لازم يسلموا فيه كل اسلحتهم. لاول مره بيشوفوا حياه كده، اطفال بتلعب وناس فرحانه
وهدوم والوان وضحك، وتاخد بيل مارتن ويروحوا يرقصوا، وويلي بتجيله جده وتقول له تعالى يا ابني ارقص معايا وخد لك ثواب، وياخد عم ماستر طفله يرقص معاها بعد ما الكل سابوه، وبيلاقي مارتن الراهبه لسه حيه ومنها هربت من العصابه المتشدده. طياره تابعه للعصابه دي بتحط عليهم وترمي عليهم زومبي، وبيحصل هرج ومرج، وبتتحول الليله السعيده لليله حزينه للاسف. ويجري المستر واصحابه يستخبوا، وللاسف الحاجه اللي رقصت مع ويلي كانت رقصتها الاخيره فعلا، وماتت يا عيني في عز حزنهم عليها. صاحب القريه الصبح بيقول للمستر ما تقعد معانا وتساعدنا في حمايه القريه، ولكن بسبب حالته الصعبه ادرك المستر انه مش هيعيشها كتير انه مصاب، وبالتالي قريته كلها هتموت. يرفض المستر ويقول له هيكمل طريقه لمدينه عدن الجديده. وهما ماشيين في الطريق بيتحسروا على البيوت المتدمره والطبيعه الميته، وكمان العربيه بتعطل وبتجيب اخرها، فيقرروا يكملوا الطريق سيرا على الاقدام. بيل حالتها بتسوق وكل شويه بيقفوا عشانها، ويقول للمستر لمارتن مش قلت لك من البدايه هتعطلنا ببطنها دي؟ ويلاقي ويلي عربيه ولكنها عطلانه، وللاسف هيكملوا الطريق على رجليهم. بيستريحوا بالليل في ساحه خرده عربيات، وبيحط فخاخهم كالعاده، والمستر بيراقب وهم كلهم نايمين. الفخاخ بتتهز وفجأة بسبب كسرتهم بيقرر المستر ياخدهم ويهرب حالا، ولكن للاسف بتقرر راهبه تاخر الزومبي عشان يهرب المستر واصحابه، وتاخد المسدس وتضرب نفسها بالنار. بيتضايق جدا مارتن عليها لانها كانت في مقام الام بالنسبه له. وهما ماشيين بيلاقي المستر شاحنه، فبيقرروا يباتوا فيها ويامنوها، وكمان ويلي هيعمل لهم اكل، ويحط الفخاخ المستر ويحس ان في حد بيراقبهم، ولكنه بيفتكر انه بيتخيل. بالليل وويلي بيخرج يعمل حمام، ولكنه للاسف مش عارف انه مش لوحده في الغابه، وبيصحيهم المستر ويقول لهم ويلي مش موجود، ويخرجوا يدوروا عليه، ويلاقي المستر اثار دم سودا، وده دليل على زومبي، ويلاقي طاقيه ويلي وكمان اثار دم ليه، وبيل بيقع عليها دم، وتبص تلاقي جثه ويلي بتقع عليها، وللاسف اتقتل غدر. ويحذرهم المستر ان ده انهم مش مواجه زومبي عادي، ده ذكي جدا بدليل انه عدى كل الفخاخ بتاعتهم وما عملش صوت وقتل ويلي غدر. يدفنوه. بيل بتتعب جدا وهتحتاج ترتاح شويه، ولكن عشان ما فيش وقت فبيقرر المستر يشيلها ويقول لها يا بنتي انت تقيله ليه كده؟ تقول له يا عم الحاج ما انت شايل اتنين. بالليل خايف المستر ومارتن من الزومبي الخطير ده، ويا ترى الدور على مين، خصوصا ان بيل هي اضعف واحده فيهم. وفجاه بيسمعوا صوت غريب وحد بيتحرك، فيجري مارتن والمستر وراه، والغلطه انهم سابوا بيل لوحدها. لما يجري وراها يفتكر المستر ان ده ممكن يكون فخ لخطف بيل، ولما يرجع فعلا يكون الاوان فات وبيل اتخطفت. وبيكرر بكل عزم مارتن يلاقيها مهما كلف الامر، ويلاقي بالصدفه كوخ ويجري بسرعه عليه، والصدمه انه لقى بيل ولكن للاسف متحوله. وفجاه بينجح مارتن والمستر يقتلوا زعيم العصابة بعد ما تحول لزومبي قوي، ويعيني ما ريحهمش وهو حي ولا حتى وهو ميت. بيودع مارتن بيل بحزن ويحضن المستر، وبعد ما كانوا بيدوروا على ناس يعيشوا معاهم للأسف خسروهم كلهم. بيلاقوا عربية ويقول المستر لمارتن يلا اركب جيل وقت عشان اعلمك السواقة، وبسبب ايده المصابة ياخد مارتن الولاعة ويولع له السجارة. وهما ماشيين بيلاقوا بيت ادمي وسهم مضروب على زومبي ميتين، فبيعرفوا ان في بشر هنا، وهي واحدة اسمها بيجي لما تعرف انهم بشر سلام تاخدهم تاكلهم، وتقول لهم انها بقالها فتره كبيره ما شافتش بشر وعيلتها كلهم اتحولوا وماتوا. ويعجب بيها مارتن، ويروح المستر بعد كل اللي شافه، شايف نفسه انه كبر خلاص مع المغامرات دي. وكمان لما بيلاقي مارتن منسجم مع بيجي وكمان متمكن من قتل الزومبي، فبيعرف ان مارتن خلاص اتعلم كل حاجه ويقدر يعتمد على نفسه، ويبص له يا عيني بصه فراق اخيره لانه كان شريكه في طريقه الوحيد. لما يصحى مارتن ما يلاقيش المستر، ويخرج بره برده ما يلاقيهوش، ولكن يلاقي السلسله بتاعته سايبها له على العربيه كذكرى ليه، فبيعرف مارتن ان خلاص الطريق الجاي هيمشي مع بيجي، وياخد ويسيبوا البيت، وأخيرا وصلوا لمدينة عدن الجديدة.